عبد الله، هذا التين التركي ها؟ هذا التركي لو انت تشوفها حتى في اختلاف عن 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 الاسباني. السيقان حقته وشوف السيقان التركي. يعني اكثر تفرع من الاسباني لكن اقل من الحساوي. اقل من الحساوي بس اقوى ساق. أيه. ونفس الاسباني. يعني نجير عليها في تقليد. هالطريقة يعني. كلها. طبعا لو انا بعطيك شوف المنتوج مالها بعطيك حبه منها في اختلاف شفه ما شاء الله. هذا التركي بس شفة. الحين ينوكل ذا ولا ينوكل؟ اي نعم اي ينوكل اي نعم. هذا الموجود عندنا الان طبعا بنطلع نشوف اللي هو التين نفس اللي عند مشروع العبيد وريك اياه الان. يلا نروح نشوف ان شاء الله.